بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في مثل هذه الليلة كما اعتدنا في مثلها، وكنا في كتاب العتق، وقلنا إن الأبواب بالفقه تتفق بعضها مع بعض وتتعاضد فيما بينها، وبينها ترابط عظيم وتماسك شديد. فقبل سنوات كنا نقول كتاب الجنايات، وهي ثلاث: عمد يختص به القواد، وشبه عمد، وخطأ. الجنايات يعني التعدي من إنسان إلى آخر، أنواعها ثلاثة: عمد يختص به القواد، ومعنى يختص به القواد أن نفعل بالجاني كما فعل، وشبه عمد وخطأ. وقلنا إن شبه العمد فيه الدية وفيه الكفارة، والخطأ أيضا فيه الدية والكفارة. والدية لأولياء القاتل، والكفارة لله عز وجل، حق لله عز وجل، وذلك بإجماع علماء الأمة. أما العمد فليس فيه كفارة، وإنما فيه القواد، أن نفعل بالجاني كما فعل، أو إذا عفوا عن القواد وقبلوا بالصلح على أي مبلغ، هذا فيما يتعلق بالقواد. أما الخطأ ففيه دية محددة، وشبه العمد فيه دية محددة، وفيه الكفارة. ما هي الكفارة أيها الأحباب؟ قلنا حق لله، أولها عتق رقبة، ونحن الآن في كتاب العتق. عتق رقبة إذا ما تيسر فصيام شهرين متتابعين، إذا ما تيسر إطعام 60 مسكين. كذلك إنسان سار في الطريق وحصل له حادث وتسبب في وفاة إنسان، قال ماذا علي؟ قلنا لا، عليك لأهل الذي تسببت بوفاته الدية، وعليك حق لله وهي الكفارة. قال ما هي؟ قلنا عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو صيام شهرين متتابعين، أو وليس فيها إطعام، صيام فقط. إنسان وقع في رمضان فعليه الكفارة، وهي بالنسبة له عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. إنسان حالف وحنث في يمينه وقال ماذا علي؟ نقول عليك عتق رقبة، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 10 مساكين، وهكذا. فهذه الأمور أيها الأحباب تترابط بعضها مع بعض. فإذا قلنا عتق رقبة معناه تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية، إنسان رقيق. والرق عرفناه في الفرائض بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فهذا هو الرق. والرقيق لا يرث ولا يورث، وإنما هو مال. وإذا أخرجنا الرقيق من الرق إلى الحرية وأنعم عليه سيده بإعتاقه، فهذا من أفضل الأعمال وأجلها.
هذا من أفضل الأعمال وأجلها. وقد قال عز وجل في كتابه العزيز: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إنك تفك الرقيق هذا من الرق وتقول له أنت حر لوجه الله عز وجل. عندنا الرق يعتقه الإنسان، وقد يكاتب السيد الرقيق، يعني يشتري العبد نفسه من سيده على أقساط شهرية، وقد يدبر السيد أي العبد، يقول أنت عتيق عند دبر حياتي عند آخر أيامي. وقد تكون الرقيقة أم ولد، بمعنى يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فإذا تم ذلك فإنها تعتبر حرة بمجرد موته من كل ماله، سواء وجد غيرها أو لا، سواء كان الولد حي أو ميت. فالإسلام أيها الأحباب يسعى لتخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. فإذا كان رقيقا فلا يرث ولا يورث، وإنما هو مال لسيده. فالرق مانع من موانع العرث، وقلنا في درسنا في الفرائض: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. ومن لوازم شروط العرث يعني أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء. ما هو الولاء؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. قلنا في درسنا الأخير بأنه يجوز للسيد أن يكاتب عبده على أن يشتري العبد نفسه بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، فإذا انتهت الأقساط فإنه يكون حر، وإذا لم يسدد كامل المبلغ فإنه يرجع إلى الرق. فالرقيق عبد ما بقي عليه درهم، لا يخرج إلى الحرية إلا إذا سددها جميعا وبرئت ذمته. كذلك أيها الأحباب، إذا اشترى الإنسان جارية وواقعها وحملت، نقول الآن في وقتنا هذا لا يوجد عندنا أرقاء، ولا يوجد عندنا جواري، ولا يوجد عندنا أمهات أولاد أم الولد التي يواقعها سيدها، وإنما نقرأ هذه الأبواب لأنها تتعلق بالفقه وترتبط به، وفيها العتق، والعتق كفارة للظهار وللإيلاء وللوقاع في رمضان وللتعدي على النفس خطأ أو شبه عمد، فيكون طالب العلم على إلمام ومعرفة بها. وقراءتنا الآن في الكتابة، يعني إذا كاتب السيد جاريته وأدت هل تكون أو واقعها، فإذا حملت تكون أم ولد وتعتق بمجرد موته، وإذا أدت تعتق وهو حي فتنتقل من الرق إلى الحرية. وهكذا نقرأ ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الكافي عن أحكام الرقيق وأمهات الأولاد والمدبر والمبعض ومن في حكمهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها بمنزلتها. وولد المكاتبة يعني امرأة مكاتبة كاتبها سيدها على أن تدفع له المبلغ محدد على أقساط شهرية، ثم زوجها على آخر والولد يتبع أمه حرية ورقا وحملت، فهذا الولد يقول يتبع أمه، يتبع أمه إذا كان من غيره، يعني من غير السيد. أما إذا كان من السيد فهي تكون حرة
بمجرد موت سيدها من كل ماله، والولد يكون حرا كإخوته يرث كما يرثون، أما هي فليس لها من الميراث شيء. نعم، لأنها استحقت الحرية بسبب قوي فتبعها ولدها. نعم، لما أنها كاتبها سيدها وسددت أصبحت حرة، وهذا سبب قوي لنيل الحرية، وولدها الذي في بطنها يتبعها حرية ورقة. نعم، كأم الولد، وسواء حملت به بعد الكتابة أو كانت حاملا به عند كتابتها. سواء حملت به بعد الكتابة أو كانت حاملة به أثناء الكتابة فهو يتبع أمه، ونقول إنه إذا كان من السيد نفسه فهذا يختلف، لأنها تكون حرة بمجرد الولادة سواء كان الولد حيا أو ميت، فإنها تعتق بمجرد موت سيدها من كل ماله، أما الميراث فلا ترث. لكن إذا كانت من غيره، يعني عنده أرقة آخرين وزوجها على أحدهم، فالولد يتبعها، تكون رقيقة، فإذا عتق عتقت، وإذا عادت إلى الرق كان على غرارها. نعم، ونفقته عليها، ونفقته على أمه لأن هي المسؤولة عنه. نعم، لأنه تبعها في حكمها وكسبه لها لذلك. وكسبه لها، يعني كبر الولد وبدأ يشتغل، لمن يكون المال؟ لأمه، لأن هي المسؤولة عنه. نعم، وإن قتل فقيمته. عندي سؤال الآن شيخ صديق، اقرأ العبارة يا بني. وإن قتل يعني الولد، فقيمته. نعم، ليه قال فقيمته؟ ما قال فديته؟ يعني ديته. لا ما يعني ديته، لا، احنا سألنا كذا السؤال عشان تبعد عن ديته. وإن قتل فقيمته، لأن العابد مر بنا قبل سنوات بأننا لا نقول ديته كذا، وإنما قيمته. فلو أن إنسانا قتل حر قتلا شبه عمد أو خطأ، نقول الدية 100 من الإبل، سواء كان عاميا لا يجيد قراءة ولا كتابة ولا يعرف صنعة ولا مسألة، وأيا كان ديته دية 100 من الإبل. لكن إذا كان عبد فقيمته، ما نقول دية وإنما قيمة، لو جابوا 2 وهم كلهم عبيد نقول هذا يساوي 1,000,000 وهذا ما يسوى ولا 5,000 كذا، فلذلك عبارة قيمته هي الصحيحة وليست ديته. واضح يا شغالي؟ نعم، لأنه بمنزلة جزئها، يعني هي ما شاء الله فيها يد ورجل وراس وكذا، هل ولد ذاك أنه جزء منها. نعم، فإن اعتقه السيد نفذ عتقه. وإن اعتقه السيد نفذ العتق. نعم، نص عليه لأنه عبد له. لأنه عبد له، يعني ملكا له. نعم، فصح عتقه. نعم، كأمه التي هي رقيقة عند هذا السيد. نعم، فإن كان ولدها جارية يعني أنثى، ما هو ذكر وإنما أنثى، فلا يصح للسيد أن يطأه، لأنه ما دام محظورا عليه أن يطأ أمه فمحظور عليه أن يطأه للأسباب التي أشرنا إليها. نعم، لم يملك السيد وطأها، لأنه لا يملك وطأ أمها، وحكمها حكم أمها، وليس له وطأ الأم. نعم، وإن وطئها فلا حد، لأن في شبهة. الحدود نقول
نقيمها إذا توفرت شروط. كذا شيخ عثمان، عندنا شروط لإقامة الحدود. ما هي يا بني؟ شوف مثلا حد الزنا ماذا نقول؟ تغييب الحشفة، نعم، وانتفاء الشبهة. عندنا شبهة الآن، الرجل يتوقع أنها جاريته وكذا، فلذلك ندرأ الحد. والثالث الثبوت، وهذا يكون بالإقرار أو الشهادة، بالإقرار أو الشهادة. وقلنا يا شيخ عبد الله أن حد الزنا إذا كان محصنا يا بني، إذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام. حد المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت. وقد كان في القرآن آية تتلى في المصحف ونسخت تلاوتها وبقي حكمها، آية في كتاب الله كانت موجودة ونسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذه الآية هي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نسخت التلاوة وبقي الحكم. وأما غير المحصن فحده جلد 100 وتغريب عام، يعني إذا كان في بلد كذا نخليه يروح البلد الثاني ونجلده 100 جلدة لأجل ألا يعني ينتشر الخبر ويتوسع ويكون فيه ما فيه. فجلد 100 وتغريب عام. وقد ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن ابني كان عصيفا عند هذا فزنا بامرأته، وإني افتديت ابني بكذا، وسألته أهل العلم فأخبروني بأن على ابني جلد 100 وتغريب عام. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وقال: واغدو يا أنيس. أنيس من اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. واغدو يا أنيس، يعني رح يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب ونفذ ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تعترف المرأة ولم يتم رجمها. إن ابني كان عسيفا. وش معنى عسيف يا بني؟ عسيفا يعني صبي عندهم، أو مثل ما يقول في بعض البلاد يسمونه بشكار، وزنى بالمرأة. إن ابني كان عسيفا، فالعسيف هو الصبي أو البشكار أو العامل أو شيء من هذا القبيل. نعم. فلا حد عليه للشبهة، لأن الحد لا ينفذ إذا وجد شبهة. فالحد يحتاج إلى حد الزنا مثلا، تغييب الحشفة وانتفاء الشبهة والثبوت. والثبوت يكون بأحد أمرين: إما الإقرار أو الشهادة. لكن إذا انتفت يعني الشبهة، مثلا يجي دخل إنسان في بيته وهو أعمى، وزوجته أيضا يعني عمياء لا ترى، ثم واقعها أو وقع عندهم امرأة في البيت وكان يظن أنها زوجته وهم كلهم لا يبصرون، فإذا علمنا بأنهم لم يتعمدوا فهذا يرفع عنهم الحد، فهذه شبهة ترفع عنهم الحد. فيقولون: لو وقع هذه البنت فلا حد عليه لوجود الشبهة، والحد لا يقام مع وجود الشبهة، بل لابد من انتفاء الشبهة. نعم. وعليه مهرها لأن كانت قبل بكر والآن ثيب. نعم. حكمه حكم كسبها، يعني لو كانت تشتغل عند الجيران ولا عند كذا ويعطونها بيزات، يعطونها مبلغ، فحكمه فيكون لأمها. نعم. وإن علقت منه صارت أم ولد له بشبهة الملك، يعني إن حملت من هذا الوقاع صارت أم ولد له. نعم.
ولا يلزمه قيمتها. قيمتها مثلا لأنها مثلا ما لا دية وإنما لا القيمة وإنما عليه العرش. العرش نقول لما كانت بكر كم تسوى وقت ما كان الأرقة موجودين؟ قالوا لما كانت بكر تسوى 10,000. طيب لما صارت ثيب كم تسوى؟ قالوا تسوى 8,000. نقول العرش 2000. الفرق بين ما كان سليما وما كان بعد الإصابة. نعم هو يسمى العرش. نعم لأن القيمة تجب لمن يملكها والأم لا تملك رقبتها وإنما هي موقوفة عليها. ويحتمل أن ويحتمل يعني رواية ثانية وقلنا بأن كتاب الكافي الذي بأيدينا ألفه رحمه الله لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في طلب العلم، فألف أولا العمدة للطلبة المبتدعين، ثم ألف المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، ثم ألف الكافي وهو الذي بأيدينا، ثم ألف المغني وهو للطلبة الذين وصلوا مرحلة مرتفعة في طلب العلم واستذكار المسائل. ويحتمل أن تلزمه قيمتها لأمها كما لو قتلها. والحكم في وطء جارية المكاتبة كالحكم في وطء بنتها. يقول كما لو قتلها تلزم يعني لو وقعها وكانت صغيرة ما تحمل ثم ماتت يلزمه القيمة. ما نقول العرش فقط، ما نقول العرش فقط وإنما لأنها ماتت بسبب فعله يعني واقعها وهي لا تحتمل المواقعة، فعليه كامل القيمة. ومثل هذه المسائل إذا عرضت إلى القاضي يجتهد فيها وحكم القاضي يرفع الخلاف. مش معنى يا شيخ علي حكم القاضي يرفع الخلاف؟ حكم القاضي يرفع الخلاف يعني ما نقول رأى الإمام الفلاني قال كذا أو الإمام الفلاني قال كذا، فما دام قيل سابقا وارتعاه القاضي ورأى أن الحكم به أولى فحكم القاضي يرفع الخلاف. ويقول الشيخ علي ما ننقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يعاد النظر في حكمه، وإلا فإنه في المسائل المختلف فيها حكم القاضي يرفع الخلاف ونعمل به. نعم إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتها لأنها مملوكتها. ووطء جارية المكاتب كوطء جارية المكاتبة سواء كانت السيدة يعني سيدتها مكاتبتها أو الرجل أو المرأة. نعم فصل. هنا يقول إذا كانت الأمة بين شريكين يعني محمد وعلي اشتروا جارية يريدونها للخدمة أو يريدونها لعمل ما، هل يحق لأحد أن يواقعها؟ نقول لا، لا يواقعها أي منهم، ولو واقعها أي منهم سيأتينا الحكم إن شاء الله. نعم وإن كان فإنها إذا كانت صرفا يعني لو كانت الجواري موجودة وكانت خاصة بالإنسان يجوز له مواقعتها كما في الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لكن إذا كانت مشتركة بين اثنين لا، كلهم لا يقربونها، لأنه إذا قربها هذا قد يقربها الثاني فيحصل اختلاط في الأنساب. اختلاط في الأنساب. نعم وإذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباها ثم وطئها أحدهما. أدب ما نقول عليه حد لأنه عنده شبهة أنه يملك نصفها، ولكن أدب ويعزر. والتأديب مرجعه لولي الأمر يعدبه بما يراه مناسب، لأن من أوسع الأبواب عندنا في الشريعة هو التعزير ومرجعه لولي الأمر. فمن الناس من يبدأ تعزيره بالعذل وباللوم وبالتوبيخ وبالعتاب، ومنهم لا يردعه إلا أن يقتل تعزيرا
لأنه عنصر شر وفساد. ويقول في الشاعر: والعبد للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. أدب ولا حد عليه لشبهة الملك. لشبهة الملك، يعني مع وجود الشبهة لا إقامة للحد. نعم. وعليه المهر لها. نعم. لما قدمناه، فإن أولدها أولدها يعني حملت منه أحدهما. نعم. فولده حر لأنه له النصف. نعم. وتصير أم ولده أم ولد له، وعليه نصف قيمتها. عليه نصف قيمتها لشريكه، ما نقول نصف الدية لأن هذه مملوكة، وإنما القيمة إذا كانت تسوى 50,000 عليه 25، وإذا كانت تسوى 60,000 عليه 30، وهكذا لو كان الأرقة موجودين. لكن قلنا من أول درس قلنا أن الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقة، لا يوجد لدينا منهم أحد. وقال ولي الأمر: من يدعي شخصا فيثبت هذا الادعاء ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أحرار. لكن نذكر هذه المسائل لأنها تتعلق بالعتق وبالكفارات وما أشبه ذلك. نعم. وعليه نصف قيمتها لشريكه لأنه فوت رقها عليه، فإن كان موسرا أداه. وإن كان موسرا يعني الشريك اللي وقعها موسرا أدى النصف. نعم. وإن كان معسرا ففي ذمته، بقي في ذمته. نعم. هذا ظاهر كلام الخرقي، لأن الإحبال أقوى من الإعتاق بدليل نفوذه من المجنون. وتصير أم ولد للواطئ. نعم. ومكاتبة له. ومكاتبة له للواطئ. نعم. الشريك الذي وقعها، كما لو اشترى نصفها من شريكه. وقال القاضي: إن كان الواطئ معسرا لم يسر إحباله إلى شريكه، إلى نصيب شريكه. نعم. إلى نصيب الشريك، لأنه اعتاق فلم يسر مع الإعسار كالقول: ويصير نصفها أم ولد. نصفها أم ولد ونصفها جارية. نعم. فإن عجزت استقر الرق في نصفها وثبت حكم الاستيلاد لنصفها، وإن كان الواطئ موسرا فنصفها أم ولد ونصفها موقوف، إن أدت عتقت، وإن عجزت فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطئ. وقومت يعني هي كم تسوى. وصار جميعها أم ولد له، وأما الولد فهو حر ونسبه لاحق بالواطئ. وهل تجب نصف قيمته؟ فيه روايتان، إحداهما تجب لأنه كان من سبيله أن يكون عبدا فقد أتلف رقه بفعله فكان عليه نصف قيمته، والثانية لا تجب قيمته لأنه انتقل نصيب شريكه إليه حين علقت به، يعني حملت. نعم. ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمنه. وقال القاضي: والرواية الأولى أصح على المذهب، ويكون الواجب لأمه إن كانت في الكتابة، لأنه بدل ولدها. وقال أبو بكر: إن وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ، لأنها وضعته في ملكه، وإن كان قبله غرم نصف قيمته. فصل. فإن وطئها الثاني بعد وطئ الأول وكانت باقية على الكتابة فعليه المهر لها، وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول فالمهر له، وإن لم تقوم على الأول فمهرها بينهما. فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول لم تصر أم ولد للثاني، وحكم ولدها حكمها كما لو ولدت من أجنبي. وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول
صار نصفها أم ولد للثاني ونصفها أم ولد للأول. هنا يقول أنه يعني في آخر مسائل العتق ينبغي للإنسان إذا كاتب رقيقه في آخر الأقساط أن يتنازل عن الربع، يعني إذا كان بأربعة آلاف إذا سدد 3000 يقول 1000 سامحتك فيه، إذا كان مثلا بـ400 على سبيل المثال إذا سدد 300 قال 100 الباقية سددتك فيه، يعني تسامحتك فيها، لأن الله رغب في هذا في آية من كتابه بأن يتنازل السيد عن بعض المبلغ مساعدة لهذا الرقيق الذي نال الحرية بسبب الكتابة. نعم. فصل. ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، الربع يعني. نعم. لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية يحط عنه الربع، يعني يتنازل السيد عن ربع المبلغ، يحط عنه الربع، أخرجه أبو بكر. وهذا نص وروي موقوفا على علي، ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه إليه، يعني بين وضع، يعني إذا قلنا 400 إذا سدد 300 قال خلاص، وإلا يستلم منه 400 ثم يسلمه 100 مناولة. نعم. ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه إليه، لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة، فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية، ووقت الوجوب بعد العتق لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإذا آتى ما عليه عتق. وقال علي الكتابة على نجمين، نجمين يعني قسطين، والإيتاء من الثاني، ويجب الإيتاء من جنس مال الكتابة، من جنس مال الكتابة، إذا كان ذهب ذهب، إذا كان فضة فضة، إذا كان دينار دينار، إذا كان جنيه جنيه، يعني من جنس المال الذي دفع. نعم. للآية، فإن اتفق على غير ذلك جاز، لأن الحق لهما فجاز باتفاقهما. وإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاصر، يعني إذا مات الورثة يدفعون للرقيق قدر ربع ما دفع كما أمر الله عز وجل. نعم. يحاص به غرماؤه، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في غد فقراءتنا في فقه المواريث وتقسيم التركات، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.